أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعونا فيها. الكويت والسعودية والبحرين يطالبون مواطنيهم بمغادرة لبنان فورا، ومغردون يتخوفون من عواقب القرار. منصات التواصل العربية والعالمية لا تزال منشغلة بمتابعة إجراءات ما سمي بمكافحة الفساد في السعودية. قطر تحجز مقعدا في المكتب الدولي للتربية بمنظمة اليونسكو بعد تجاوزها السعودية بخمسة أصوات، وبعد حملة تضامنية عربية واسعة بسبب موقفها من الأزمة الخليجية. الفنانة أحلام تغرد لا كلل ولا ملل وأرفض استراحة المحارب. كل هذا وأكثر في هاشتاج، فتابعونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من هاشتاج، ندعوكم دائما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب اي جي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابين على تويتر وفيسبوك باختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها، فشاركوا. إذا انضمت الكويت إلى كل من المملكة العربية السعودية والبحرين في مطالبة مواطنيهم بمغادرة لبنان فورا. فقد نقلت وكالة الأنباء كونا الرسمية عن الخارجية الكويتية دعوتها للمواطنين الكويتيين في لبنان إلى مغادرته فورا، وذلك نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع. هذا وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نقلت عصر اليوم عن مصدر مسؤول أيضا بوزارة الخارجية السعودية قوله إن المملكة طلبت من رعاياها بلبنان مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن وعدم السفر إليه من أي وجهة دولية. ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله إن القرار جاء بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية. قرار كل من الكويت والسعودية أثار كثيرا من النقاش عبر منصات التواصل العربية. الأكاديمي الكويتي عبد الله الشيجي غرد قبل قرار بلاده بساعات قليلة قائلا السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا وعدم السفر إليه من أي وجهة. قلت وأكرر، هذا القرار جزء من الحملة التي تستهدف الضغط على حزب الله والحكومة اللبنانية لممارسة الضغط على إيران وحزب الله في انتظار طلب دول الخليج من رعاياها عدم السفر ومغادرة لبنان فورا والقادم أقوى. أما المعارض السوري موسى العمر قال من جانبه بعد السعودية الكويت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان فورا، يا ترى إن وقعت الحرب فأين سيلجأ من طرد السوريين وأهانهم واستحقرهم وعاملهم بعنصرية بشعة بعد أن رد جميلهم له غدرا وتقتيلا؟ ما لكم غير سوريا تتحمل نكران الجميل. رجل الأعمال المصري نجيب سويرس قال لو حسن نصر الله لبناني وطني يسلم أسلحته وعتاده إلى الجيش اللبناني الوطني ويتوقف عن أن يكون دولة داخل الدولة تتلقى تعليماتها من طهران، عيب، هكذا قال. أما المغرد اللبناني حسن خطيب كتب بعد قرار السعودية خطوة متوقعة لتأزيم الوضع اللبناني الداخلي ولتوتيره، ستتبعها خطوات ثانية قريبا، هكذا يقول. أما المغرد اللبناني رابح مصطفى والذي وضع كثير من علامات التعجب تعقيبا على قرار السعودية بمطالبتها أو مطالبة رعاياها مغادرة لبنان فورا، ثم علق قائلا يا حبيبي آخر سعودي كان بلبنان هو سعد الحريري رئيس حكومتنا وأخذته، لو سمحتوا رجعوا. أما الإعلامي القطري جابر الحرمي قال السعودية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورا، إلى أين المنطقة متجهة؟ الله يستر. ورغم حساسية القرار وآثاره إلا أن التغريدات الساخرة أيضا لم تتوقف تعليقا عليه. حساب باسم جولة يقول حاليا السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان، ومستقبلا سوف تطلب السعودية رعاياها من مغادرة السعودية. عبد العزيز آل إسحاق الكاتب القطري يقول إيران تملك اليوم 4 جيوش في المنطقة، الحوثي والحشد وحزب الله وجيش بشار وخلايا نائمة كثيرة في السعودية وغيرها، والسعودية تريد أن تحاربها عبر سلاحها الفتاك،
تركي آل الشيخ ونجوم الغناء وقناتي العربية وسكاي. حساب يحمل اسم تختخ قال هذا الحساب متهكما: مصر تطالب رعاياها بالسفر إلى لبنان فورا. وبشأن الموقف المصري من توتر العلاقات السعودية الإيرانية وكذلك موقف القاهرة من تعقد الموقف السعودي اللبناني، وردا على تصريحات السيسي بأن المنطقة مضطربة رافضا أي عمل عسكري ضد إيران أو حزب الله اللبناني، جاءت العديد من الانتقادات من قبل المدونين الخليجيين تعليقا على تصريحات الرئيس المصري. الإعلامي السعودي صالح الفهيد قال: مع الأسف الرئيس المصري السيسي حليفنا في الأزمة الخليجية لأن له ثأر شخصي مع قطر، لم يكتفي بأنه لم يكن معنا في أزمتنا الاستراتيجية مع إيران وحزب الله، بل أعلن أنه ضد التدخل العسكري ضد هذين العدوين، بمعنى آخر هو معهما وضدنا، تصوروا، الله المستعان. وكان الفهيد قد وصف في تغريدة سابقة موقف مصر من الأزمة واصفا السيسي بأنه نصف حليف، حيث قال في التغريدة التي انتشرت بشكل واسع: حليفنا في الأزمة القطرية، مصر ليس حليفنا أو ليس حليفا لنا في أزمتنا مع إيران وحزب الله. بالطبع من حق مصر أن تكون لها السياسة المستقلة، ومن حقنا أن نقول أن مصر السيسي نصف حليف. سلطان الجهني قال: قليل فهم من يعتقد أن السيسي حليف يعتمد عليه أو تثق به. صدق جمال خاشقجي عندما قال السيسي بأربع مليار تجعله يترك دول الخليج المقاطعة لقطر في مقاطعتها. أما الإعلامي القطري ناصر المري قال: هواجس، مصر تغدر بالسعودية وترفض الحرب على إيران وحزب الله وهي التي حالفتها على قطر، وقريبا ستكتشف المملكة أيضا دور أبو ظبي الذي توجه أو التي توجه السيسي لهذا الأمر، وبعدها ستلجأ المملكة لقطر لإخراجها من كل هذه الأزمات كما كانت تفعل قطر، ولن تتخلى قطر فهي كعبة المضيوم. حساب آخر أضاف: لكن نضرب ليبيا بحجة الإرهاب لأنه لا أحد يحميها. تعليقا على وصف مصرية لتصريحات السيسي بأنه من الحكمة والعقل، قال مجدي: يا عاقل يا حكيم، استخدم الحكمة والعقل مع شعبك. في حين رأى الأكاديمي الذي يسمى المرادي نوري يقول أن السبب هو انقطاع المساعدات السعودية لمصر، حيث قال: الظاهر أنه يأس من الرز السعودي. إذن تتواصل إجراءات ما سمي بمكافحة الفساد داخل المملكة العربية السعودية، فقد نقلت وكالة الأنباء واس عن النائب العام السعودي اليوم قوله: تصل القيمة المالية للممارسات التي دامت عقودا عديدة مبالغ كبيرة جدا من الأموال العامة المختلسة والمساء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ تتجاوز 357 مليار ريال وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية. وأضافت الوكالة في تغريدة ثانية نقلا عن تصريحات النائب العام: عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208 من الأشخاص، فيما تم إطلاق سراح 7 منهم لعدم وجود أدلة كافية. وكانت مصادر مصرفية سعودية قد أكدت لوكالات الأنباء أن عدد الحسابات البنكية السعودية التي تم تجميدها نتيجة حملة مكافحة الفساد بلغ أكثر من 1700 حساب، منها الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته، في حين ذكر تقرير وول ستريت جورنال الذي ينقل عن مصدر وصفه بالمقرب من الحكومة، ذكر أن هدف السلطات السعودية من الاعتقالات مصادرة مبالغ تصل إلى 800 مليار دولار، مشيرا إلى أن كل تلك الأموال ستصبح ملكا للسعودية. تعليقا على القرارات المتخذة من قبل السلطات السعودية، علق ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج قائلا: كل الإجراءات المتخذة تباعا وفي تصاعد مستمر ومتشدد حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي.
الكاتب جمال خاشقجي قال مصادرة أموال شركات كبرى بزعم الفساد مدمر للاقتصاد الوطني. الفساد كان أسلوب حياة جشع أو شجع عليه أمراء معتقلين اليوم وغير ذلك. الأفضل التفاوض معهم فتأخذ الدولة حصة مقدرة فلا يموت الذئب ولا يفنى الغنم. تعليقاً على خبر الإفراج عن 7 من الأشخاص الذين تم احتجازهم طوال الأسبوع الحالي، غرد سيف بن صالح استعدوا يا من خدعتم ورددتم، الملك يحارب الفساد، آن الأوان للمفرج عنهم لمقاضاتكم بتهمة القذف والتشهير. تفاعلاً مع ما سمي بإجراءات مكافحة الفساد في السعودية، دشن مغردون هاشتاغ ساخر بعنوان بعد الحرب على الفساد، يتهكمون فيه من عائد تلك الإجراءات على المواطن السعودي. دعونا نتابع أبرز التغريدات الساخرة في الصور التالية. كما تداول مغردون مقطعاً من البرنامج الأمريكي الساخر The Daily Show أثناء تعليقه على اعتقال عدد من الأمراء ورجال الأعمال البارزين بأحد الفنادق في الرياض وهو فندق ضخم. فلنتابع هذا المقطع من هذا البرنامج. These princes are being detained and Saudi Arabia being Saudi Arabia, they're being held in Riyadh's harshest accommodations. 11 princes and nearly 40 current or former officials detained, reportedly being held at the lavish Ritz-Carlton in Saudi Arabia and Riyadh. Arrested at the Ritz-Carlton? Wow. That's how you know your country's rich. The world's best hotel is your prison. It definitely makes it hard to complain about being oppressed. ربما يعاقبوا بنقلهم إلى الماريوت كما عاقب هذا المذيع. إذا نذهب الآن إلى فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وما زلنا في السعودية حيث شن معلمون ومعلمات حملة إلكترونية واسعة انتقادا لوزير التعليم السعودي أحمد العيسى عقب تصريحات صحفية قال فيها إن قصور المعلم في أداء واجباته نوع من أنواع الفساد الذي يجب التصدي له، مشيرا إلى أن غياب الطلاب جزء من الفساد إذا تجاوز الحدود المطلوبة. وعقب نشر تصريحات العيسى تصدر هاشتاغ وزير التعليم موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية بأكثر من 30,000 تغريدة غلب عليها الغضب من جانب مدوني السعودية إزاء هذه التصريحات. إذن تفاعل مع الوسم، غرد فهد أشنيفي وقال المباني المتهالكة والمدارس المستأجرة وتكدس الطلاب في الفصول وحرمان المعلم من الدرجة المستحقة وعدم توظيف الخريجين، أليس هذا من الفساد أيضاً أم ماذا؟ فهد العجمي قال شر البلية ما يضحك، العيسى وزير التعليم يرمي فشل قراراته وإدارته للوزراء على المعلمين والمعلمات، الفساد هو بقاؤك في الوزارة. حساب يحمل اسم فكر يقول الفساد هو صرف 30 مليون ريال لتصحيح خطأ مطبعي في صفحة كتاب، لو صدر تعميماً بنزع الورقة بيد كل طالب لكان حلاً نزيهاً، بإشارة إلى قرار إعادة طباعة أحد الكتب الدراسية بسبب صورة لشخصية من أحد الأفلام أو أفلام الخيال العلمي بجوار الملك فيصل. حساب آخر يقول يا وزير التعليم التدليس على الدولة والمجتمع باختزال مصائب وزارة التعليم في نسبة ضئيلة من المعلمين المتهاونين هو الفساد بعينه، بهذا أنت تهدم ولا تبني وتحاول أن تقفز على واقع مر عن طريق المعلم المسكين وكأنه هو من تسبب في مبنى متهالك ومنهج ركيك وحقوق ضائعة. القحطاني من جانبه قال
وزير التعليم: يا مسكين لا تغتر بتصريحاتك الهجومية على المعلمين حتى تبعد تهم الفساد عن وزارتك. غيرك هاجم المواطنين بأنهم لا يستحقوا 500 متر سكن، والآخر هاجم الموظفين على ساعة الإنتاج، وها هم سبقوك إلى خلف القضبان. إلى الإمارات، حيث كتبت الفنانة الإماراتية أحلام على حسابها الشخصي على موقع تويتر تشكر جمهورها ومعجبيها على التضامن معها في الحملة التي تتعرض لها عقب استبعادها من برنامج المواهب الصوتية The Voice والذي يقدم على قنوات NBC، وكذلك عقب تداول الأنباء عن قرار إداري جرى تعميمه بمنع إذاعة أعمال أحلام في أي من قنوات أو إذاعات الشبكة. لقد غردت الفنانة أحلام قائلة: كم أنا فخورة بجمهوري، وكم أنا فخورة بوطني وبأهلي أهل الخليج، كم أنا فخورة بوطني العربي الكبير، وكم أنا فخورة بمحبتكم ودعمكم وهاشتاغاتكم كلنا أحلام وأحلام. أسعدتموني، هذا أكبر تقدير وأكبر نجاح. وإذا تعرفون أحلام بتعرفون أنها لا تكل ولا تمل وترفض استراحة المحارب لأنها قائد في مجالها. يأتي هذا بعد يوم من تغريدة أخرى كتبتها الفنانة على صفحتها تقول: ولائي وانتمائي وحبي لبلد الإمارات لن يستطيع أي حاقد أو كاره أن يشكك به من أيام طار الشر يا زايد إلى هذا اليوم وللأبد، مهما حاول الحاقدون من المهدي للح إماراتية وولاء إماراتي وأفتخر، ونقطع على السطر. تأتي هذه التغريدات والحملات عقب تداول الأنباء عن أن الفنانة أحلام قد رفضت المشاركة في أغنية قولوا القطر والتي غناها عدد من المطربين وعلى رأسهم حسين الجسمي، والتي اعتبرها المغردون استكمالاً للنهج الصبياني من جانب دول الحصار بحق قطر. كما أعاد المغردون تداول التغريدة التي كتبتها أحلام عقب نشر الأغنية حينما قالت: ألا ليت الفن يعود راقياً كما عهدناه، حيث اعتبر المغردون أنها قصدت أن الأغنية غير راقية بحسب وصفهم. إلى الدوحة، حيث فازت قطر بعضوية المكتب الدولي للتربية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وذلك في الانتخابات التي جرت في باريس اليوم على هامش أعمال المؤتمر العام للدورة 39 للمنظمة. وقد نالت قطر عضوية مجلس المكتب بعد حصولها على 82 صوتاً مقابل 77 صوت للمملكة العربية السعودية، حيث تم اختيار عضو واحد من المجموعة الخامسة ب والذي فازت به دولة قطر. وقد انشغل المدونون القطريون بالتدوين عن نيل عضوية المجلس أو مجلس المكتب، فكتب حساب ابن قطر يقول: مبروك لقطر فوزها في انتخابات مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو، قطر 82 والسعودية 77، المطلوب مقعد واحد، لا نعرف لغة الاستسلام. عبد العزيز الإسحاق قال كتب أيضا بدوره: مبروك لقطر فوزها في انتخابات المكتب أو مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو، المطلوب مقعد واحد، قطر فازت ضد السعودية. ألف مبروك تأهل المنتخب الشاب رسميا لنهائي كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة، فريق طموح لم يفقد الأمل، يبشر بخير، وإن شاء الله نفرح معاكم في جاكرتا السنة القادمة. تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لابن أمريكي مسلم أثناء عفوه عن شخص متورط في مقتل ابنه أثناء إحدى جلسات الاستماع في ولاية كنتاكي الأمريكية، وهو المقطع الذي انتشر على نطاق واسع عالميا. نتابع هذه اللحظات التي اعتبرها المدونون استثنائية وقد لاقى الكثير من التدوين. Or charity in Islam. I have to pour myself out to forgive someone that have wronged our family. Thank you.
إذن هذه المواقف والمشاهد والفيديوهات التي تعطي رسائل إنسانية دائما ما تلقى التفاعل الأكثر على ساحات منصات التواصل الاجتماعي. بهذا مشاهدين تكون حلقة الليلة قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بالقضايا والقصص لعل واقعا يتغير أو ربما وعي يزداد. بهاشتاج دمتم في أمان الله.